النسوية من أجل حقوق النساء. جمعية المرأة العاملة تنظم مؤتمرا للتصدي للعنف الاقتصادي ضد النساء. تفاصيل حاضرة أكثر، بالتأكيد الصورة أوضح مع ضيفتنا عبر الخط الهاتفي. ويسعدني أن أرحب بالأستاذة أمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. أهلا أستاذة أمال، مساء الخير، حياك الله. أهلا بك وبكافة المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك أستاذة أمال. قبل أن نبدأ حديثنا وإياك، أدعوك لتبقي معنا، نتابع هذا التقرير أعده طاقم وطن من الفعالية، ونعود ونبدأ الحوار وإياك. بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، عنوان المؤتمر الذي عقدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله ضمن برنامج نسوي من أجل حقوق النساء الاقتصادية فيمباور، الذي تنفذه الجمعية بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في 4 دول عربية، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية. ميزة الشعب الفلسطيني التي أدهشت العالم ولا تزال هي في قدرته على الصمود. هناك عدم حماية قانونية للنساء اللواتي يعملن في القطاع غير الرسمي، وقلنا الأغلبية سواء في قطاع الزراعة أو في قطاع التعاونيات أو في قطاع الأغذية أو المشاريع الصغيرة. لذلك دور الشبكة هي التوعية بالحقوق والدفاع عن هذه الحقوق، وستقوم الشبكة ببرنامج ضغط ومناصرة من أجل أن يكون أيضا هناك وعي أكثر من حيث تطوير السياسات والإجراءات من قبل الحكومة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية في أماكن العمل. على دور وزارة المرأة في الدفاع وحماية حقوقهن وتوفير السياسات اللي بتضمن حقوق الشابات والنساء في كل مكان. كمان بما إن إحنا مجتمع بيعمل بالزراعة ومعظم إنتاجنا بيكون زراعي، كان في ضرورة لدور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين النساء بالقطاع الزراعي، لهيك تم استضافة كمان الإغاثة الزراعية الفلسطينية، وتم استضافة وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل للحديث بشكل مباشر عن قضايا النساء. أشكال متعددة من العنف الاقتصادي تواجهه النساء العاملات في مختلف القطاعات والمجالات، وتجبر الكثير منهن على الاستمرارية فيه بسبب قلة الفرص أو الخوف. هذه الحرب التي تشن اليوم تفاقم الأزمة التي تعاني منها هذه الشريحة. ما قبل هذا العدوان كنا يعني شهدنا إحداث تغيير هام لصالح هذه الفئة، لكن اليوم تأتي الحرب لتعيدنا إلى اليوم الأول، لتهدم كل هذه المجهودات ولتحبط كل المساعي التي كانت تهدف بالحقيقة إلى تعزيز وصول النساء إلى حقوقهن الاقتصادية وبخاصة شريحة الشابات، وتمكينهن من تبوأ مواقع متقدمة في مختلف المجالات والميادين. المؤتمر هذا كتير مهم وبفيدنا من ناحية أنه ناخده كتجربة نوعي الناس كيف تنظر للمرأة من هاي الناحية، خصوصا أن المرأة تأخذ أجر أقل، فهذا يعني فينا نحكي فكرة حلوة كيف نصير نوازن بين الطرفين، لأنه المرأة نصف المجتمع، فبما أنه المرأة نصف وما بنفع ولا أي مكان في الدنيا يكون ذكور لحال، فلازم كمان المرأة تتعامل زيها زي الرجل، وخصوصا من ناحية اقتصادية. المؤتمر هذا إجا بوقت كتير مهم ليناقش كل التحديات اللي بواجهها الشعب الفلسطيني، لأنه اليوم إحنا بنحكي عن إبادة جماعية وصراع الوجود، وهذا بيأشر أنه اليوم التحديات هي تحديات عظمى على مستوى العالم، لم يمر عليها أي بقعة جغرافية ولا أي مجموعة من البشر، وهذا اللي بحطنا عند أولويات أنه الكادر البشري كيف بده يكون اليوم صانع قرار في أنه يتعلي صوته بالتحديات اللي بيواجهها في داخل المجتمع، من ضمنها العنف الاقتصادي، لأنه للأسف أنه إحنا أصلا بالأساس ترتيبنا على مستوى العالم للنساء هو بالبطالة الأولى. اليوم بعد 7 أكتوبر عندنا إشكالية وتحدي أكبر. يهدف المؤتمر إلى دراسة الوضع الاقتصادي الراهن وربطه بالأحداث السياسية والوقوف عند المستجدات بهدف إيجاد الحلول وتوظيف إمكانيات وطاقات الشابات في المكان المناسب.
عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، أجدد ترحيبي بالأستاذة أمال خريش المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة للتنمية. أستاذة أمال، يعني ربما في نهاية هذا التقرير أشار التقرير إلى أن الهدف عمليا من المؤتمر مؤتمر الشابات الأول حماية هو بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي، ولكن ما الذي يمكن أن يقال في بيئة عمل مليئة بالعنف عمليا وبالتعسف؟ ويجب أن نشير اليوم إلى المسبب الأول للعنف على كل المستويات عمليا، الاحتلال الإسرائيلي. يعني واضح بعد 3 عقود من توقيع اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية عمليا أنه لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك أفق لتنمية ولا تطور اقتصادي تحت الاحتلال. طبعا نتيجة استمرار الاحتلال في سياساته التي بدأها منذ عام 67، وهي عمليا مصادرة الأراضي، مصادرة المياه، عمليا التهجير القسري لمجموعات بدوية. يعني مفهوم أو انعكاس على سبيل المثال مصادرة الأراضي خاصة الأراضي الخضراء التي تشكل عمليا مصدر رئيسي للرعي، هذا يعني يؤثر على الاقتصاد من جهة واقتصاد النساء، لأن النساء يعتمدن اقتصاد المنزلي في إنتاج لوازم الأسرة وأيضا في تطوير مشاريع وتعاونيات، بالإضافة أيضا إلى التحكم بالمقاصة واستخدامها كالعصا والجزرة لابتزاز سياسي، عدم حرية الحركة، عدم حرية التنقل، الاستيراد. يعني بصراحة لا يمكن الحديث عن اقتصاد وفق رؤية الحكومة الأولى للسلطة الفلسطينية اللي عمليا بعدها تم اعتماد الاقتصاد الحر في القانون الأساسي بدون أي حماية اقتصادية، بدون الذهاب إلى خيار الانعتاق الاقتصادي والتخلص من التبعية الاحتلال وتعزيز الصمود وإيجاد مصادر أخرى ومواجهة هذا الاحتلال. لا يمكن الحديث عن حرية اقتصاد ونمو اقتصاد وتنمية بدون عمليا أن نغادر هذا مربع أوسلو، وبدون عملية سياسية كفاحية نضالية تعمل على التحرر الوطني. لذلك النساء على سبيل المثال منذ 30 عاما لم تزد نسبة مشاركتهن في سوق العمل الفلسطيني أكثر من 22%، يعني تراوحت بين 19 أو 16 ل 22%. والقوانين العمل المعمول بها ليس فقط لا يمكن تطبيقها فيما يتعلق مثلا بالحد الأدنى للأجور، فيما يتعلق أيضا هي عاجزة عن توفير حماية للنساء اللواتي يواجهن أي شكل من أشكال العنف الجنسي والعنف الاقتصادي، العنف الاقتصادي لعدم دفع الأجر المتساوي للعمل المتساوي، العنف الاقتصادي غياب بيئة للعمل اللائق، غياب وماذا يعني العمل اللائق؟ العمل اللائق يعني الحق في التنظيم النقابي، الحق في الحصول على حماية اجتماعية، رعاية صحية، كل ما يتعلق بالحقوق التي يضمنها الضمان الاجتماعي. أستاذي أمال، أنت أستاذي أمال، في حرب الإبادة يعني ما نشهده هو تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة، وكذلك الأمر في الضفة الغربية. نعم، يعني أنت تتحدثي في مسألة مهمة جدا متعلقة بالحماية، وهون يعني بجوز لازم نسأل اليوم أستاذي أمال عن دور هذا المؤتمر، دور مثل هذه الفعالية، فعالية حماية مؤتمر الشابات الأول في الحماية وفي التوعية أيضا في الحقوق، في ظل ما أشرت إليه من غياب تماما للحماية، حماية النساء في أماكن العمل. يعني حاولنا في هذا المؤتمر أن نتشارك ونتفاكر مع كل الأوساط المعنية بمواجهة الإشكالات الاقتصادية والتحديات الاقتصادية، سواء
اتحاد النقابات العمالية، سواء المجتمع المدني عبر الإغاثة الزراعية وتجاربها في تمكين النساء في المجال الاقتصادي الزراعي تحديدا، وأيضا وزارة المرأة ووزارة العمل. لذلك عمليا الحديث هو أن نجمع صوت النساء الفردي بصوت جمعي من خلال هذه الشبكة، لأن من يواجهنا البطالة بنسبة أكبر هنا النساء الخريجات الجدد، النساء الشابات. عمليا اللواتي يضطرن للعمل بأجر بأعمال بأجور عمليا متدنية جدا، وبعيدا عن عقود عمل وبعيدا عن حقوق كفلها حتى القانون العمل الفلسطيني لعام 2000. لذلك عملية التنظيم، عملية التوعية، عملية رفع الصوت. على سبيل المثال نحن في وضع يجب أن تعلن المناطق المحتلة مثلا في قطاع غزة ومناطق شمال الضفة أراضي منكوبة وتشكل لجان طوارئ. الحكومة تقاعست وللأسف لم تقم بهذا الدور خلال يعني منذ 7 أكتوبر لليوم. لذلك صوت النساء وصوت الشباب والشابات تحديدا يجب أن يكون عاليا منظما واعيا بأجندة وطنية تطالب بالنهاء الانقسام، تطالب يعني تطبيق اتفاق بيجين لقيادة موحدة تقود العمل الوطني التحرري الفلسطيني. وهذا طبعا له استحقاقات، استحقاقات الصمود. يعني الصمود ليس شعارا، الصمود تطبيق. يعني هو مسلك يعبر عن إرادة سياسية، يعبر عن رؤية، وهذا ما يميز وجود الشعب الفلسطيني وتمسكه بوجوده وبأرضه وبقضيته منذ 76 عاما. لذلك التنسيق مع النقابات، استخدام الأدوات الفنية الإلكترونية لدى الشابات، التواصل والتقاطع مع شبكات أخرى في العالم العربي، لأننا نواجه نفس الإشكاليات من العنف الاقتصادي في العالم العربي. تبادل التجارب هذا مهم جدا من أجل إحداث تغيير، لأنه ما عاد فقط نرفع شعارات أنه العاملات الفلسطينيات ممنوع يشتغلوا في المستوطنات. يجب أن يكون هناك سياسات في صندوق التشغيل لإيجاد فروق يعني بدائل لهؤلاء النسوة. يجب أن يكون يعني عمليا برامج جدية في برنامج التشغيل، تشغيل النساء، صناديق التشغيل الوطنية لتشغيل النساء. يجب أن يكون كما أشارت النساء صناديق طوارئ، أن تقوم الحكومة بالضغط على القطاع الخاص ليقوم بدفع القيام بمسؤوليته الاجتماعية يعني عمليا مواجهة الأضرار التي واجهت التعاونيات الزراعية سبيل المثال، أو أي تدمير اقتصادي لمشاريع مسؤولية مختلفة. نعم، لأنك قلتي، لأنك أستاذي أمال عذرا على المقاطعة، لكن أنت قلتي كلمة جوهرية جدا بأنه تعزيز الصمود هو يعني ليس مجرد شعار يرفع وفقط، إنما يجب أن يكون مدعوما بعديد برزمة من الإجراءات المساندة والداعمة لصمود النساء في أماكن يعني أماكن الأماكن التي يتواجدوا فيها، سواء في الضفة الغربية أو في القدس أو في قطاع غزة أو في كل المناطق المستهدفة اللي موجودة دائما يعني في خط المواجهة الأول مع الاحتلال الإسرائيلي. وإن كنا نتقاطع مع الدول العربية الأخرى إلى حد ما يعني، ونتعرض لذات الظروف إلى أنه في خصوصية فلسطينية، لأنه مسألة فلسطين هي مسألة وجود، وبالتالي كيف بدنا نفكر أستاذي أمل لما بعد للمرحلة القادمة؟ بشو بتفكروا عمليا ضمن مؤتمر حماية؟ يعني عمليا الشابات حضرنا من كل مناطق الضفة الغربية باستثناء طوباس، نتيجة يعني عمليا تصعيد القمع العسكري الإسرائيلي في ذاك اليوم. هذا يتطلب استحقاق وطني لتشكيل قيادة موحدة تقود الشارع الفلسطيني، الخروج من مربع أوسلو، تجميع القضاء على الانقسام. هذا أول جدا مهم. القضية الأخرى يجب أن يكون هناك حوار وطني بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بتطوير الصمود الفلسطيني والتصدي، بمعنى هناك خيار
المجالات الاقتصادي، مثلا الاقتصاد الاجتماعي التشاركي. مثلا كنا يعني حتى قبل تشكيل السلطة كان هناك مصادر للحماية والضمان المجتمعي، عبر المجتمع نفسه كان يقوم في دوره. هناك استعداد إذا ما توفرت الإرادة السياسية لاستثمارات لتوجيه الاستثمارات الفلسطينية خاصة لشخصيات اقتصادية عالمية فلسطينية لتطويرها واستغلالها في مواجهة البطالة وفي مواجهة عملية الإشكالات المتعلقة بعملية الحق للاقتصاد الفلسطيني. هناك ضرورة بوقف التعامل مع المنتجات الإسرائيلية عمليا والاعتماد على المصادر أخرى بما فيها المصادر الفلسطينية والمنتجات الفلسطينية. هذا جدا مهم، وأهم من ذلك حتى نستطيع أن نحدث تغيير يجب أن يكون هناك عمليا قيادة واعية لتنظيمات شبابية نسوية، حركات اجتماعية، نقابات. يجب تفعيل دور النساء في النقابات، يجب تفعيل النقابات، يجب الضغط من أجل تغيير القوانين، من أجل بالفعل خلق بيئة آمنة توفر العمل اللائق للنساء وللرجال. بدون ذلك عمليا صعب الحديث عن تمكين النساء في الحياة السياسية أو الحصول على حزمة الحقوق المدنية بدون تمكين اقتصادي، بدون استقلالية اقتصادية، بدون عمليا تعزيز الصمود خاصة للنساء الريفيات، خاصة للنساء في المخيمات، خاصة للنساء في قطاع غزة. هذا يتطلب مجهود وطني واسع مع أصدقائنا في كافة أنحاء العالم من أجل عمليا الخروج من عمق الزجاجة فيما يتعلق بالإلحاق الاقتصادي وبعملية التحديات الاقتصادية ومحاولات الإفقار التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وعمليا هذا يتطلب نهضة سياسية، يعني عمليا هناك إمكانيات، لا زال هناك مصادر وطرق وممرات لعمليا بناء اقتصاد تشاركي وطني بعيد عن الليبرالية الجديدة وبعيد عن الوهم أننا دولة وأننا نتحدث عن التنمية. لا يوجد تنمية تحت الاحتلال، لا يوجد كرامة تحت الاحتلال، لا يوجد استقلالية تحت الاحتلال. المعركة وجودية كما أشرت، لذلك الصمود وزيادة الوهم والتمسك بكل قدراتنا البشرية والمادية في معركة التحرر الوطني، هذا هو الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني. نعم، وإحنا مصدرنا اللي مش رح نعدمه إن شاء الله يعني ولا مرة هو شبابنا وشاباتنا. وأنا يعني الأغلبية في المجتمع. نعم نعم، وهذا كمان يعني يعكس تماما المؤتمر، يعني عنوان المؤتمر مؤتمر الشابات الأول. ولهون يعني أنا أشكرك على وجودك معنا على هذه الإضاءة بالتأكيد أستاذة أمل خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. شكرا جزيلا، تحياتي. شكرا لك ولوطنك. شكرا، تحياتي. يا أهلا.